معنا هاتفيا الدكتوره فاطمه العاني، مستشاره المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك دكتوره فاطمه. اذا صندوق الامم المتحده للطفوله ذكر ان النازحين لا يمكنهم العوده الى مناطقهم بعد اكثر من عام على السيطره على تلك المحافظات. ما الذي يمنع عوده النازحين الى مناطقهم؟ السلام عليكم ورحمه الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. اهلا وسهلا. نعم، وهذه حقيقه في الحقيقه ما ذكرته المنظمه. النازحون لحد الان لا يستطيعون العوده الى منازلهم، وان كانت هناك في البدايه عوده الى لبعض النازحين، ولكن كانت النتيجه ان الكثير منهم نزح عكسيا وعاد الى مخيمات النزوح، او كان او ان هناك يعني نزوح آخر إلى مدن أخرى. يعني الأسباب كثيرة وواضحة، وعلى رأسها أن بعد ما تعرضت له المدن من تدمير وصل إلى نسب عالية، في وصل إلى 90 و80%، وشمل هذا التدمير يعني كافة يعني مناحي المدن التي تعرضت للعمليات العسكرية، من بنى تحتية إلى بنى خدمية إلى المنازل وغيرها. ولم يتم بعدها، بعد انتهاء العمليات العسكرية والتي مر عليها الآن أكثر من سنة، لم يتم أولا تنظيف هذه المدن من مخلفات الحربية ومن الأنقاض ومن وانتشال الجثث، ولم يتم أعمار هذه المدن. فكيف يمكن أن يعود النازح إلى ماذا يعود؟ كيف يمكن أن يعيش؟ هذا يؤكد أن هناك لا عودة للنازحين، وإن كانت هناك عودة. لماذا دكتورة فاطمة، هل من المنطقي أن تترك حكومة ما مواطنيها في المخيمات وهم بالملايين النازحون، ولا تلجأ لإعادة أعمار مدنهم المدمرة؟ يعني بالحقيقة هذه سياسة الحكومة الحالية في العراق ومن سبقها من حكومات الاحتلال. كلما يعني أطلقته من وعود بإنقاذ المدنيين وإعمار المدن، بعد ذلك كان مجرد وعود غير صادقة. الحكومة العراقية هذا هو نهجها، كانت أصلا من البداية العمليات العسكرية هي عمليات انتقامية، فكيف يمكن أن نتوقع من هذه الحكومة أن تعيد إعمار المدن؟ ثم كيف يتم إعمار المدن دون وجود ميزانيات منصفة لهذه المدن؟ يعني حتى الميزانية هذا العام، العام القادم أقصد، لم تضع في الحسبان عمليات إعمار المدن التي تعرضت إلى والمحافظات تعرضت إلى عمليات عسكرية، ولم تضع خطط من أجل إعمار هذه المدن. فكيف يمكن أن يعود النازحين؟ حقيقة الحكومة العراقية تتعمد ممارسة الانتقام المنظم والممنهج ضد أبناء هذه المناطق من أجل أن أصلا لا يعودوا إلى مناطقهم. أيضا دكتور فاطمة، فقدان الثقة الدولية بهذه الحكومة في ملف إعادة الأعمار لهذه المدن إلى أي مدى أسهم في إخفاق عمليات الأعمار فيها؟ نعم بالتأكيد، يعني الحكومة العراقية يعني تتربع على عرش الفساد في العالم، إن لم يكن المركز الأول في الفساد فالمركز الثاني، وهذا طبعا بالتأكيد لن يعطي أي تشجيع وأي تطمين لأي دولة تحاول أن يعني تساعد العراق. بالإضافة إلى هذا، يعني أصلا يعني المجتمع الدولي لا يريد أن يساعد العراقيين، ولا يريد أن يساهم في عودتهم، خاصة وأن هناك مصالح يعني مرتبطة بهذه الحكومة، والحكومة العراقية تنفذ أجندات أجنبية، وهذه من ضمن هذه الأجندة هي تشريد يعني هؤلاء المساكين الذين تم تهجيرهم من منازلهم وأبقائهم على هذا الوضع من أجل أن لا توجد هناك في المستقبل معارضة للحكومة وللظلم الذي تمارسه الحكومة. إذن المجتمع الدولي يمارس لعبة ذات وجهين مع الأسف الشديد. نعم. في هذا السياق أيضا، ما كيف تصفين ما تقوم به الميليشيات من إرهاب وتغيير سكاني في هذه المدن؟ نعم بالتأكيد، يعني ممارسات التي تمارسها الميليشيات التي أصبحت الآن الحاكمة في العراق، يعني في عدة يعني اتجاهات،
وكلها تصب في مصلحة هذه الميليشيات، سواء ما يدره عليها من نفع مادي وأيضا من تنفيذ لأهداف التغيير الديموغرافي في العراق. منذ البداية أصلا كانت العمليات العسكرية تهدف إلى تهجير سكان هذه المناطق ودون أن يعودوا إلى منازلهم نهائيا، لأن يعني إعمار هذه المدن من أجل أن يعود سكانها هي مسألة تتطلب عشرات السنين. إذا الميليشيات يعني مستفيدة وتلعب دور فاعل في التغيير الديموغرافي الذي يحدث في العراق. جيدا أن الميليشيات مرتبطة بإيران، وإيران لها مصلحة في هذا التغيير الديموغرافي من أجل أن تنفذ أهدافها التوسعية في العراق سواء، ومن ثم تتمدد إلى المنطقة والإقليم. ونحن يعني نرى الإثباتات يوم بعد آخر، وآخرها تصريحات قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب الحق الذي قال أنه يريد أن يسيطر على المنافذ الحدودية على الحدود مع سوريا من أجل أن يؤمن العراق. لا، في الحقيقة هو من أجل أن يؤمن أهداف إيران في المنطقة، خاصة وأن ميليشيات جميعها تدين بالولاء لإيران وتعلن هذا أمام الجميع. نعم، شكرا جزيلا لك من لندن هاتفيا دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.